السلام عليكم. هنتكلم النهاردة في الحلقة عن الإمساك المزمن، أسبابه، مشاكله، خطورته، إزاي أنا أتفاداه بوصفات طبية طبيعية ما فيهاش أي مواد كيميائية. الإمساك المزمن هو كسل وضعف حركة الأمعاء، تصل من مرة لثلاث مرات الحركة دي خلال أسبوع، بينتج عنها عسر هض، انتفاخات، تقلصات، آلام بالجناب، بينتج عنها صعوبة في عملية إخراج الفضلات نفسها، وينتج عنه مجهود كبير في عملية الإخراج زي الحزم. إزاي أتغلب عن حاجة زي كده؟ وقبل ما أعرف أتغلب إزاي أعرف أسبابها. أول سبب إن أنت بتاكل أكل على أكل قبل ما يتخدم، تاخد وجبة الفطار والعشاء لسه انت واكل، نايم بدري مثلا، نايم متأخر ومتعشي، وبعد كده تاخد الفطار الغداء ولسه اكلة وجبة الفطار، السناكس اللي احنا بناخدها بين الوجبات، كل ده بيعمل عسر هضم، فبيعمل بالتالي ضعف في حركة الأمعاء فيؤدي إلى الإمساك. من مضاعفات الإمساك المزمن ممكن يحصل سقوط شرجي، بواسير، شرخ، فتح. ازاي يعني برضو الاسباب بتاعتها؟ الحياة اللي كلها كسل، الحياة اللي ما فيهاش حركة، ما فيهاش مشي، ما فيهاش نشاط، حياة المكاتب، الحياة اللي ستات البيوت كلهم قاعدين قدام التلفزيون، الاطفالنا اللي قاعدين قدام الموبايلات وما بيخرجوش، لا بيروح نوادي ولا بيتمشى ولا بيعمل اي مجهود. في وصفات طبية طبيعية بتخلينا نتغلب على موضوع الإمساك المزمن ورجوع الحركة الطبيعية للأمعاء. هنتكلم على أربع عصاير. أول عصير، وده الترتيب على حسب الأهمية وقوته في موضوع العلاج، عصير الليمون بالماء الدافئ. بتجيب ليمونة وتعصرها عادي وعلى شوية ماء دافئين من غير أي سكر ولا أي حاجة، يوميا بتاخده مرتين ثلاثة في اليوم. ومن فوائد الليمون اللي هو خليك طول النهار محتاج تشرب سوائل كتير، فموضوع كتر السوائل في الجهاز الهضمي بيحسن الهضم نفسه، فبيحسن لك الموتيليتي والحركة بتاعت الأمعاء فتنتظم حركتها والإمساك يتحسن. والنتيجة اللي بتجيب نتيجة أفضل لما أعمل الليمون بشاي. ومن مشروبات الدافئة اللي بتساعد برضو على عملية الهضم والشفاء من الإمساك القهوة، الشاي، الليمون بالشاي. تاني حاجة عصير هنتكلم عليه بعد الليمون، عصير الخوخ. عصير الخوخ مفعول زي ما بيقولوا كده سحر لعلاج الإمساك المزمن. وأنا طبعا لما بتكلم عن العصاير أنا بتكلم عن العصاير الفريش، معيش دعوة بالعصائر اللي جاية معبأة واللي بتتباع في المحلات. أنا بتكلم أنت بتجيب خوخة وبتعصرها، بتجيب ليمونة وبتعصرها. تالت عصير، عصير التفاح. وعصير التفاح اللي بيميزه أنه يعني بيجيب نتيجة أكتر مع الأطفال، نتيجة أكتر مع الأطفال. ليه؟ في بعض المتلازمات عند الأطفال بيبقى نتيجة نقص البوتاسيوم في الغذاء بتاعهم وفي دمهم، نتيجة اللي هو الكسل الطبيعي في الأمعاء بتاعتهم. فالانتظام على عصير التفاح الفريش ثلاث مرات في يوم على الأقل بيحسن كتير من الإمساك وبيحسن كتير من الحركة الطبيعية للأمعاء. رابع عصير عندنا، احنا قلنا الليمون بالشاي، الليمون لوحده ما يدفئ الليمون بالشاي، قلنا عصير الخوخ، عصير التفاح، ورابع حاجة مشهورة في العصاير اللي هي بتعالج الإمساك المزمن، عصير الكمثرى. كل العصائر ديت هي بتتكون نفسها من كمية ألياف كتير وسوربيتول. سوربيتول مشهور جدا، هو بيساعد وبينشط حركة الأمعاء وبينشط لنا البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي بالذات في الأمعاء الغليظة. فدول أربع وصفات
وتكلمنا عن الأسباب بتاعة الإمساك المزمن، نسيبنا من حياة الكسل، نتحرك، ما تاكلش لو أنت جعان، ما تقومش وأنت جابت بطنك ومليها على الآخر. قلنا فكرتها اللي كتير من المصريين بيعانوا من الشرخ الشرجي ومن البواسير ومن السقوط الشرجي عند الأطفال، والفت الناس اللي عندهم ضعف في عضلات بطنهم مع كتر الحزم وكتر الإمساك يحصل لهم الفت، تخش في عمليات جراحية. فنتمنى إن شاء الله نغير طريقة حياتنا في الأكل الهيلثي، الأكل الصحي، في الحركة والنشاط، في التغذية المتناسبة. ما سحمش جهاز الهضمي، عبارة عن مصنع ما تدلوش أكتر من طاقته، ولا أفضي المكنة منه خالص من غير أي أنسجة أو أي منتجات يعني. صوموا تصحوا، والسلام عليكم.